قربة كل طاغوت له سبب في ضلال البشرية، فحطم الأصنام الحسية في المسجد الحرام، وحذر من الطواغيت المنتشرة بين الأنام. وإن من أعظم الطواغيت خطرًا طاغوت العنصرية والتمييز بين المسلمين بحسب العرق أو الهوية، فعن أي طاغوت تريدون أن أحدثكم قد انتشر بين الورى، وصاحبه عن جهله وتعصبه وسوء حاله ما درى. أحدثكم عن عنصرية الحر والعبد والأبيض والأسود دون اعتبار لدين أو رأي مسدد، أم أحدثكم عن عنصرية الجنس والافتخار بالقبائل الغابرة والتمييز بين من تبدى في البادية أو تحضر في الحاضرة، أم أحدثكم عن عنصرية التعصب للبلدان، فبلدك رفيع الذكر وبلده ليس له شان، أم أحدثكم عن عنصرية اللهجة المهجنة والافتخار باللسان وتطنز لم يعرفه العرب في سالف الأزمان؟ عباد الله، لقد كان في من كان قبلكم أمم قد أباد الله خضراءهم وأفنى ذكرهم لتفشي العصبية والتعنصر فيما بينهم، صاروا أثرًا بعد عين ولم يتقرَّح لهم قلبٌ أو تدمع لهم عين. دخل الإمام الزهري على عبد الملك بن مروان فسأله عبد الملك عن المدن التي مرَّ بها ومن ولي العلم فيها، وكلما ذكر له الزهري رجلًا سأله عبد الملك: أمن العرب هو أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي. وما زال يذكر له ذلك حتى سأله عن الكوفة ومن ولي العلم فيها، فقال إبراهيم النخعي: قال: أمن العرب هو أم من الموالي؟ قال: بل من العرب. قال: ويحك، فرجت عني، والله ليخطبن للموالي على المنابر والعرب تحتهم. قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين الله وأمره، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب.